ضروري غادي خصك واحد شويه الوقت فين تقدر تنسجم مع لا كولتور، كيكون واحد لو شوك كولتوريل في البدايه، مي من بعد الامور كتبدا تبان لكم سهله وسهله بزاف، حيت اي حاجه كتجي مع الصبر وكتجي مع الخاطر. هو انتم كتشوفوا دابا انا راه لا لا ما كاينه الموتيفاسيون، ما كاينه الكوراج، هاد لاشين قديمه ديال الحماس. طيب لي بويز وداري بيان دي دون كوكو من دابوري كوكو عمري. انتم كتشوفوا الدراري هما راه غاديين جايين بالبيسيكليت ديالهم وناشطين، يعني ما كاينش مناش تخافوا والحمد. السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير وتكون صحتكم مزيانه. ديما الموتيفاسيون، ديما الكوراج، واول مغربي غادي يصور لكم اجواء العاصفه في كندا. وحنا دابا راه حنا غاديين لاصال باش نديرو لونطيرمون. قبل ما نوصل لاصال قلت غادي نصور الاجواء وغادي نبارطاجي معكم الطقوس، وما بغيتش الناس يبداو يخلعوا فيكم. كاين بزاف ديال الناس في لي ريزو سوسيو كيبقاو عليكم، عندكم من العواصف، عندكم من الثلوج، الاجواء في كندا خايبه. ودابا انا كنقول لكم بركه ما تخلعوا في الناس، طونكو الا كنتي موجد راسك مليح، كنتي لابس مليح، كنتي لابس انفيست مليحه، لابس سروال مدوبل كورون تحت منه، اولا سروال اولا شي حاجه تكون مقطنه تسخنك مزيان، تكون لابس انفيست بحال هكا ان مونطو ديفير اللي كيسيبورتي موان 30، ما عندك مناش تخاف. هذيك الساعه الا عندك هاد الحوايج ما عندك مناش تخاف، ممكن انك تمشي واخا الطوبيت واخا العواصف واخا تكون ناقص 30 ما يخلعوناش، حيت دائما كاين امل والناس راهم خارجين، ماشي غير انايا، لي كيبيكوا راهم خارجين كيتحركوا كيديروا ديزاكتيفيتي، مي لا ماجوريتي ديال لي زراب خوتنا فاش كتكون هاد الطومبيت كيقول لك انا غادي نبقى في الدار ساد عليا مخزون، كيدوز فتره السبات. هادشي علاش ما تخلعوا ما والو اخوتي، فاش كتجي في المره الاولى ضروري خصك واحد الوقت ديال الاندماج فين تندمج، ضروري غادي خصك واحد شويه الوقت فين تقدر تنسجم مع لا كولتور، كيكون واحد لو شوك كولتوريل في البدايه، مي من بعد الامور كتبدا تبان لكم سهله وسهله بزاف، حيت اي حاجه كتجي مع الصبر وكتجي مع الخاطر. هو انتم كتشوفوا دابا انا راه لا لا ما كاينه الموتيفاسيون، ما كاينه الكوراج، هاد لاشين قديمه ديال الحماس. طيب لي بويز وداري بيان دي دون كوكو من دابوري كوكو عمري. انتم كتشوفوا الدراري هما راه غاديين جايين بالبيسيكليت ديالهم وناشطين، يعني ما كاينش مناش تخافوا والحمد لله. الانسان فاش كيجي يعني وجدوا روحكم مليح، يعني اللبس بلا ما تجيبوا الشرويط واللبس من المغرب، لحقاش خصكم تجيو هنا وتاخذوا دي مونطو بحال هكا اللي صبروا الموان 30. وفيما يخص الصباط لي بوط ضروري يكون عندك دي بوط بحال هكا، ها انتم شوفوا لي بوط، هاد لي بوط كيكونوا كيقدروا يصبروا لهاد لي طومبيت وكيحبسوك من ما كتبقاش تجليسي ما كتبقاش تباتيني، وهادو سو سون دي كونساي اللي غادي يفعوكم في البداية. اما فيما يخص الهجره الى كندا كاينين شلا بوكو بروغرامات، كاينين شلا بوكو برامج اللي ممكن يساعدوك باش تقدر تهاجر كندا وتخوي البلاد باقل الاضرار. وانا شخصيا جيت عن طريق الاقامه الدائمه، يعني اريما. علاش فضلت اختار الاقامه الدائمه؟ يعني كان عندي اختيار سواء نجي عن طريق غيشي دومبلوا، يعني اوفر دومبلوا بيرمي دو ترافاي، او تجي عن طريق الاقامه الدائمه. انا اختاريت الاقامه الدائمه حيت كيعطوك بزاف ديال ليزافونتاج. هادشي علاش اخوتي الناس اللي راه تجي مع لا فامي ديالهم، ننصحكم الله يحب لكم الوالدين، حاولوا تجيو عن طريق الاقامه الدائمه حيت عندها بزاف ديال ليزافونتاج ليكم، عندها بزاف ديال ليزافونتاج ليكم ولا فامي ديالكم. وهذا الشيء كنقولوا حيت عن تجربه، والناس اللي جاوا عن طريق رخصه عمل مع العائله ديالهم
تكرفسو ساكن تمحنو شويه باسكو سي ديفيسيل سي با فاسيل وبزاف ديال لي زافونتاج كيتحرموا منهم مع العلم لانك الا جيتي بالاقامه الدائمه عندك بزاف ديال لي زافونتاج كيساعدوك وكيحفزوك باش مثلا من لي زافونتاج اللي كيجيو ديال الاقامه الدائمه هو انك عندك لي زالوكاسيون بالنسبه للاطفال عندك لا بوسيبيليتي انك ديموندي ليد سوسيال الا ما لقيتيش خدمه عندك لا بوسيبيليتي ان الغوفرنمون يعطيك دي فورماسيون هو يقريك ويخلص لك لا فورماسيون يعني هادو كاع دي زافونتاج اللي راهم يساعدوك الا كنتي ناوي تجي كندا عن طريق الاقامه الدائمه زائد فاش كتجي كيعطيك واحد لا فورماسيون ديال الفرونسيزاسيون كيمدوا لك فلوس يعني صراحه سي تري تري بينيفيك اما فاش كتجي عن طريق عقد عمل كتكون القضيه مسخسخه شويه علاش حيت ما عندكش لي زافونتاج وليداتك مثلا يقدروا يدخلوا التدريس ولكن ما عندهمش لي ميم زافونتاج بحال واحد اللي عنده الاقامه الدائمه ما تقدرش دير دي فورماسيون بيي ما تقدرش تقرا يعني فاش كتجي كتكون بيرمي دو ترافاي فيرمي ما عندكش دي زالوكاسيون بالنسبه للاطفال مع العلم ان الاطفال هنا كيعطوك دي زالوكاسيون كثار وكيساعدوا بزاف لي نوفو زاريفون هذا هو هادشي علاش اخوتي ما نبقاوش نشوفوا الناس اللي كيبقاو ديما يكريتيكيو في كندا يقولوا لك حقا الواد كندا خايبه كندا صعيبه ها انت راه ليفير ما تقدرش ديبلاصا نتوما كتشوفوا دابا حنا راه دابا ليفير اون بلان طومبيت وخوكم راه مديبلاصي عادي ما كاين حتى شي مشكل والطوموبيلات راهم يديبلاصاو ولكن يفو كوندويغ افيك بريدونس وانت فاش انا كي كتكون جاي المره الاولى ماشي فاش تجي لكندا النهار الاول تشري طوموبيل لا صبر على راسك واحد شويه بقى غادي شويه بشويه دوز واحد الشهر دير الانتيغراسيون ديالك عرف لي بلاص وابخي ممكن انك تشري سياره حيت غتساعدك وغتساعدك بزاف حيت لا عندك اون اوتو غتساعدك بزاف في لي ديبلاسمون باش تمشي للخدمه في الوقت باش تلقى دي زوفر دومبلوا افيك ان تري بون سالير وكاين شي واحد غيقول لك اه يونس بقيتي فيا غادي في هذا الجو وفي هذا لا طومبيت والعاصفه راه خايبه لا ما تبقاش فيك اخويا حنا عادي توت فا بيان كلشي مزيان الحمد لله واخا العاصفه خوكم راه بخير وعلى خير لابس مزيان دوزت نهاري مزيان خدمه خارجه 5-5 خارج فرحان موتيفي ميم سي لا طومبيت كتدخل الدار كتوجد داكشي ديالك كتمشي لاصال كدير لي زاكتيفيتي ماشي عندك طومبيت تبقى مريح في الدار راه خوت من اللي راهم مكتئبين اللي عندهم واحد عندهم واحد الفراغ في حياتهم هذوك هما اللي كتلقاهم مخزونين في الدار ما كيديروا حتى شي اكتيفيتي كيبقاو غير يكريتيكيو وكيبقاو غير يجبدوا في السلبيات ما علينا ان اي حاجه فيها الزوين وفيها الخيب ولو كونتوني اللي كنبارطاجي سي ديستيني بوغ لا كوميونيتي دو المغرب يعني المغرب لالجيري تونيزي وهادو هما اللي لو نيفو دو في عندنا في المغرب مقارنه مع كندا ناتل ناقص بزاف هادشي علاش ديما كنهضر ما كنقارنش كندا مع الالمان او الامريكان او دول اخرى وكنقول لك لا راه احسن وسي لو باغادي لا كنقول لكم على ان الاقتصاد والايكونومي ولو نيفو دو في ولو نيفو لو ريفوني اللي كيتخلص به واحد فاش كيكون خدام في كندا احسن من لو ريفوني مالوغوزمون ديال واحد اللي خدام في المغرب وهذه صراحه فاش كنقول لك الريفوني ديال كندا احسن من المغرب وي لو نيفو دو في في كندا احسن من الالجيري وي المستوى ديال الدراسه وديال التعليم وديال ديال الخدمه في كندا احسن من المغرب وي احسن من الالجيري وي مالوغوزمون لسوء الحظ ولكن هذا واقع ما عندنا ما نديرو وحنا جينا خصنا نصبروا ونتادابطاو في هذه البلاد هذه هادشي علاش اخوتي خاصكم تبقاو موتيفي هادوك اللي راهم في لي ريزو سوسيو يفو كي فون جوست كريتيكي حنايا لي فير لي طومبيت لي تاكس وهادوك خلي هادوك ما عرفتش اخو اصلا شنو كيبقاو في البلاد هادوك اللي كاينين هنايا وكيديروا هاد السلبيات وليو لبلادكم احسن ليكم اما الناس اللي جايين اللي باغيين يجيو ان شاء الله لي نيفو زاريفون اللي جايين ان شاء الله ورجلهم في الطريق وخرجت لهم لا فيزيت ميديكال او لا خرج لهم السي اس كيو وناويين يجيو سي تري بيان وجدوا روحكم انا كنعطيكم دي كونساي باش فاش تكون هنا ما تصدمش ما يجيكش داك لو شوك كولتيغال باش تادابت انت كتشوف كلش فا بيان يعني واخا ليفير اما الطوموبيلات كي ديبلاصاو الحمد لله لا في كونتينيو وكيقول لك اه يونس انت راك غادي كتسالي غير بوحدك هنايا في كندا لا
انتوما كتشوفوا راه ما كنتسيرش غير بوحدي، شوفوا معايا ها الاخر، ها واحدين ورايا، راه واحدين ورايا، الناس خارجه وانا حاليا خارج كندير لا مارش سخون. انت كتلبس ليغا هذا المونطو ما كنحسش بتا شي حاجه بارده، ميم في الوجه ديالي الحمد لله كنحس بالوجه نورمال، ما كاينش هذيك ناقص 20، كاينه ناقص 14 ناقص 15 ناقص 16، ولكن الحمد لله قادرين نخرجوا، قادرين نتمشاو، قادرين نديروا لي زاكتيفيتي ديالنا سون بروبليم. الناس راه تمشي لاصال تمشي دير لونطريمون ديالها، وهذا هذا ما كاين. هادشي علاش اخوتنا ما نشوفوش الناس السلبيين اللي كيعطيونا غير الطاقه السلبيه، اللي كيهضروا غير في الكريتيك وما كيعطيوناش دي كونساي اللي يفيدونا حنا الا كنا مهاجرين جدد. الا كنتي جاي ان شاء الله لكندا وجد راحك، روحك مليح، الحوايج بلا ما تجيبهم معاك، حتى هنا خذ الحوايج اللي غادا تادابت مع هاد الكليما. السياره ما تاخذهاش في الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، عاد تحاول تاخذ سياره حيت غتنفعك بانك تلقى دي زوفر دومبلو احسن، وتمشي في الوقت الخدمه ديالك، وباش دير لي كوميسيون ديالك تقضيهم بواحد السرعه وتكون افيكاس. الحاجه الثالثه هو انه كاينين دي سونتر كوميونيتير اللي راهم يساعدوا لي زاريفون، اللي راهم يمدوا لهم مثلا مساعدات. فاش كتجي خاصك ضروري تجي دير ديكلاراسيون دي زيمبو، ما كتعرفش ما عندكش كونطابل، كتمشي عند لوغانيزم مثلا كاسي كيعاونوك باش كدير ديكلاراسيون دي زيمبو، كتخلص 5 دولار. بغيتي دير باريناج جيب ان مونبغ دو لا فامي يعاونوك. كنتي جاي هنا بيرمي دو ترافاي فيرمي اولا اوفير، وبغيتي تجيب واحد من لا فامي ديالك يعاونوك باش تجيب الاسره ديالك. عندك شي بروسيدور، بغيتي تقلب على خدمه، هاد لي سونتر كوميونيتير يعاونوك باش تصيف سي في وتلقى خدمه. وهادو كلش معلومات ميم في لا بونك اليمونتير. في الاول فاش الله كتجي حنا عارفين اخوتي كنجيو كتكون القضيه صعيبه، خاسرين البي دافيون، خاسرين الوايي، عندنا بزاف ديال المصاريف، ولي بونك اليمونتير راهم يساعدوك. كتكون شاك سيمين كيتلاقاو بيك، عندك رونديفو، كتمشي كتعطي واقيلا 5 ولا 10 دولار، وهما كيعطيوك لاليمونطاسيون، كيعطيوك الخبز، الحليب، لي ليغوم، لي فروي، وداك الشيء كيكون صراحه مزيان. وهذا ما كاين، يعني هادو هما لي زافونتاج ولي كونساي اللي كنبغي ننصح بهم واحد اللي يلاه كيجي لكندا. وخصوصا ما تخافوش، ما تخلعوش، ما يخلعوكمش الناس اللي راهم في لي ريزو سوسيو ويبقاو يقولوا لكم كندا كندا خايبه، كندا فيها العواصف، ما فيها ما يدار، بلاد ديال الدبابه. لا، كندا الحمد لله فيها الزوين وفيها الخيب، والتازين ما خطاتش الاولى. هادشي علاش خوتي خاصنا نبقاو متفائلين، نبقاو موتيفي، وديما الكوراج وديما الموتيفاسيون، والحمد لله. اي حاجه وعندها الزوين وعندها الخيب، خصنا حنا غير نشوفوا ديما لو كوتي الزوين باش نبقاو متفائلين، حيت الا بقينا نشوفوا في لو كوتي نيجاتيف ونشوفوا في الطاقه نشوف في الحاجه الخايبه، غادي نديبريساو وغادي تجينا اكتئاب، وكم سا غادي نزيدو نحقدو على هاد البلاد. دونك باش نبقاو ايجابيين نديرو دي زاكتيفيتي، نمشي لاصال ندير لونطريمون، نخرج مع لا فامي ديالي، ما نبقاش غير مريح في الدار وكنتفرج في لا تيلي حيت غادي تمل. خرج دير الباتيناج، دير لي غليساد، وهكا غتكون عندك واحد النظره. شوفو معايا، شوف معايا هاد الواد هذا، راكم ديجا كتعرفوه، ديجا مشيتو معايا ليه، ها هو راه كيبان لكم دابا جلي، ها هو راه الثلج طيح فوق منو، الي تخي جلي والقضيه مكلاسيا. وهذا ما كاين اخوتي، هادشي اللي كاين. نتوما دابا راكم مشيتو معايا، خرجكم في وسط العاصفه باش تشوفوا الاجواء، باش ما يبقاوش عليكم الناس يخلعوا فيكم ويقولوا لكم حق الواد راه كندا ما فيها ما يدار وبلاد ديال الدبابه. لا، كاين ما يدار، ولكن انت جاي بيان سور شويه الصبر، راه ما يمكنش فاش الله كتجي توصل لواحد السالير ديال 30 35 دولار، خاص شويه العزيمه، شويه الاراده، شويه ديال الصبر، وتقاتل وتخدم وتاخذ ليكسبيريونس. وخصكم تعرفوا على ان الخدامي هنا كندا كاين عندنا نقص كبير في اليد العامله، كاين نقص كبير في اليد العامله، ومحتاجين دي زومبلوي، وفي مجالات متعدده بحال الميكانيك، بحال لي شوفور، لي سيرفور، لي كويزيني، لي كونطابل، لي كونسيي، لو سيرفيس على كليونتيل، لي زاجون، الناس اللي خدامين عندهم دي تون في فيلون في لادمينستراسيون، في لا جيستيون دونتربريز، لي زونسينيون، الاساتذه، المعلمين. كاين بزاف 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 ديال الميادين اللي راهم مطلوبه، كاينه كاتيجوري 1 2 3 4 كاع هاد لي كاتيجوري مطلوبين، وكيروكريتيو ميم دي ترافايور جورنالي، الناس اللي راهم باغيين يخدموا في ليزوزين في المعامل، حتى هما راهم يخدموهم وبصالير اكثر من 21 دولار.
وهذا الشيء راه كيحفز وكيحمس. انا حتى كنشوف الصالير اللي هنايا بلادي كيتخلص 20 21 دولار في الساعه، وفي المغرب بلادي ما يتخلص 10 دراهم 20 دولار 20 درهم في الساعه. وانت حسب حسابك بنادم هنايا لو سالير مينيموم ديال لو سالير مينيموم يعني السميك عندنا هنا 100 دولار نهار، والسميك عندنا في المغرب 3000 درهم في الشهر، يعني 400 دولار. يعني واحد كيخدم هنا سيمانه يعني هو السميك ديالنا حنا في المغرب. وانت حسب حسابك زائد النيفو دو في لا علاقه، زائد توفر فرص الشغل ما كاينش. الا بغيت تخدم في البلاد خصك باك صاحبي، وخصك معرفه، وخصك ديما تهضر مع شي واحد اللي يخشيك في شي كومباني. اما هنايا ما كاينش داكشي، كاين الشفافيه والمصداقيه عندك في يديك، راك تدخل تخدم وتشد بلاصتك. ما عندكش راك غادي تدخل وتتعلم وتصبر، وحتى حاجه ما كتجي بالسهل، اي حاجه كتجي بالعزيمه وبالاراده باش الانسان يوصل للهدف ديالو. هذا ما كاين اخوتي، داكشي علاش يونس كيحييكم من كندا. ديما الموتيفاسيون، ديما الكوراج، وما يخلعوناش لا فامي. السلام عليكم.